الغزالات ديالي هذا اللوين واحد اخر، هذا راه مهم كيف ما مصور كيف ما كيبان، يعني ما مدلش اللون الكاميرا زعما كما جايش عطيه شي لون واحد اخر. ها انتم الطول ديالها راها طويله وكتجي تبارك الله غزاله. شوفوا هنا عندها هاد التسرفيل هذا من تحت لي بلين، دا واحد الفتيحه هنايا، ثوب نازل وبارد، الثوب ديالها زوين صراحه بالله بحال بحال الاخرين. المهم هادو غادي نصور لكم المحتفى ديال اللوينات، يوم اللوينات زوينين صراحه بالله زوينين ما شاء الله. اللي بغاها اسكرينيها مرحبا بكم معايا، راه عندي تاكسيوات اللوينات موديلات، اللي بغى شي حاجه غنصور لكم شي حاجه منهم وصافي. هذا هو الطول ديالهم كيجيو هابطين لتحت وكلوش، مرحبا بكم معايا اللي بغى شي حاجه يسكرينيها. الغزالات ديالي ها انتم هاد اللوين عاوتاني، هذا راه الزرق، واحد الزرق اللي هو غادي المدادي صراحه كيجي زوين. ها انتم لي طايل اللي فيهم من الام الال اكس ال دوبل اكس ال، صراحه كيجيو زوينين ورائعين. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، ها انتم الطوله ديالهم صراحه هادو اللوينات. هذا راه الزرق، انا كنحاول نصور لكم من التحت تشوفوها كيفاش جايه، تبارك الله تيجيو زوينين ومرتاحين. كتلبسيها وانتي ما مزيره ما والو، مهويه صيفيه، الثوب غزال على حسابي. الثوب اللي بغى شي حاجه دير لها لهنا لاستيك فليمونش، اللي بغى شي حاجه يسكرنيها مرحبا بكم معايا. اللي تذكير اللي بغى يجي للمحل، الناس ديال الكناس مرحبا بكم، اللي بغى يجي للمحل قصريه الجميلي حدا جامع الهدى ما بين العمارات ويسلان، اللي بغى شي حاجه مرحبا به سكرينيها. اللي بغى يجي عندي مرحبا به، ثمن زوين. انا دابا عاد فتحت المحل دايره ثمن متناول الجميع، اللي بغى شي حاجه مرحبا بكم البنات الف مرحبا. البنات هانتوما هاد الموديل معايا، هذا موديل واحد اخر صراحه كيجي زوين وكيجي فن. هانتوما كيفاش دايره الطوله ديالها طويله، والثوب غزال نازل ورطب. هانتوما البنات ديال الصيف شوفوا شحال نازل، كيجي نازل، شوفوا العرض ديالها صراحه كتجي زوينه. اونتي ولا هاد الكسيوات هذا، هاد الموديل هذا غزال روعه. شوفوا السميطه ديالها، كتجيب السميطه ديالها هكا في الكحل والكوي خلاص داير. لي مونش حتى هما بلاستيك، فيهم لاستيك عريض مجموع. ها انتما لي مونش البنات صراحة كسيوات زوينين وخفيفين ديال الصيف، اللي بغات تفرع اللي بغات تهلا راسها مرحبا بيكم معايا. اللي بغى شي حاجة يسكرينيها ومرحبا بيكم البنات. هذا موديل جديد، غادي نحاول نصور لكم واحد اللون واحد اخر. ايوا ما تنساوش البنات، ما تنساوش تدعموني وتشجعوني، واللي ما مشتركش في القناة يشترك معنا بطبيعة الحال الى عجباتو. بارك الله عليكم اخواتاتي، نتمنى الله التوفيق لنا وليكم جميع المسلمين. ما تنسونيش من لايك، وكنتحفزوني بالكومنتار الزوين ديالكم. يلا الغزالات ديالي انا دابا صورتها معكم، غادي نحاول نصور معكم لوين واحد اخر. ها الطوله ديالها تابعوا معايا الغزالات ديالي، هذا لوين واحد اخر صراحه راه كيجي روعه. هاد الكسيوات تبارك الله وصلى على النبي زوينين، واللي بغى شي حاجه يسكرينيها راهم ديال الصيف. وشوفوا ليمون، شوفوا السميطه كيفاش جايه، عرفتي هاد السميطه كتجي فنه، واللي بغى يلبسها بلا سميطه ما كاينش المشكل، راه تقدري تسحيلي لها السميطه وتلبسيها، جايه زوينه صراحه. ها انتما كيفاش كتجي في الصيف الحسيام، تبارك الله غزاله ما شاء الله. اللي بغى شي حاجه يسكرينيها البنات مرحبا بكم معايا. ها انتما راها ثمن مناسب، دايره معكم ثمن غزال صراحه. شوفوا كيفاش كتجي الجنيب، كيفاش كتجي، ها انتما كتجي صراحه كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله وروعه. غنحاول نحيد لكم الحزام، شوفوا كيفاش كتجيب الحزام البنات. ها انتما كي كتجيب الحزيم، شوفوا كيفاش كتجي صراحه كتجي غزاله بلا حزام، كتجي فنه حتى بلا حزام. تقدري ديريها ما ديرهاش السميطه، تلبسيها بالسمطه وتلبسيها بلا سمطه، صراحه كيجيو زوينين روعه. طيب كسيوات في المستوى وما مجلخش كاع، هذا الموديل ما كاينش مجلخ صراحه الله، ما كاينش زعما ما مطليش بزاف، كاين شي موديلات كتلقاهم مطليين بزاف، هادو ما مطليينش. المهم شي حاجه زوينه،
التوب ديالها غزال، شوفوا الفصاله اللي فيها. مرحبا بكم معايا، اللي بغى شي كسيوه مرحبا به، ثمن مناسب. انا مطرحها مع خواتاتي حيت دابا عاد فتحنا المحل، ضروري كنديروا ثمن زوين. المهم دائما ان شاء الله ندير معكم ثمن زوين، دائما ديروا ثمن في المستوى. مرحبا بكم، وما تنساوش تشجعوني وتدعموني وتعاونوني بلي لايك، كتبوا شي كومونتير زوين يحفزني. يلا الغزالات ديالي، كنتمنى التوفيق لينا وليكم جميع المسلمين. اللي بغى يجي للمحل احدى كسريات الشميني حدا جامع الهدى ما بين ويسلان والعمارات، اللي بغى ينزل في الطاكسيات العمارات ولا في الطوبيس رون بوان كيهبط على داك الشارع اللي فيه الخضاره. ومرحبا بكم معايا، وتبارك الله عليكم اخوتي. هذا هو الفيديو اللي معايا اليوم، هنايا غادي نساليو الفيديو. تبارك الله عليكم اخواتاتي، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو القادم.